كثيراً ما يظن الفرد أنه يتصرف من تلقاء نفسه، مع أن معظم سلوكياته تعتمد على أصدقائه وأقاربه قدر اعتمادها على إرادته، حيث أن للأصدقاء القدرة على التأثير عليه بشكل كبير. تعد الصداقة إحدى أهم وسائل التنشئة الاجتماعية بين الشباب، ومن خلالها يمكن أن يكتسب الفرد صفات إما إيجابية أو سلبية. طبعا ما يتعلق بجماعة الأصدقاء وما يسمى جماعة الأقران، هذه تعد أهم وسائل التنشئة أو وساطة التنشئة الاجتماعية التي يخضع لها الفرد، ونستطيع القول أنها بمثابة جسر عبور يعبر من خلالها الفرد إلى المجتمع، لأنه يتلقى كل ما يهمه في حياته من معايير ومعادات وتقاليد وأعراف اجتماعية كلها، وكل ما يأثر في شخصيته يكتسبه عن طريق جماعة الرفاق جماعة الأصدقاء. وبالتالي تظل جماعة الأصدقاء أو جماعة الرفاق أو جماعة الأقران هي ملازمة للفرد في كافة مراحل حياته. تساهم الصداقة بدرجة كبيرة باكتساب السمات العامة للشخصية، فالتجارب التي يمر بها الأفراد مع الأصدقاء من حولهم وتبادل المعرفة والتفاعل المستمر يسهم في تعزيز الروح الإيجابية لديهم. دائما الأصدقاء يعززون المعرفة واكتساب المعارف ويدفعون دائما إلى الأمام، خاصة الأصدقاء الذي لديهم الإيجابيات، واختيار الأشخاص الإيجابيين في حياتنا أو الأصدقاء الإيجابيين فهم أفضل من اختيار دائما الأشخاص السلبيين. الأشخاص السلبيين دائما هم من يؤثرون على حياتنا إحنا في الدراسة أو في العمل أو في أي مكان. بالنسبة للأصدقاء قد يكتسبوا من بعض سلوكيات إيجابية أو سلبية. تمثل الصداقة الإيجابية نموذجا للروح التكاملية بين الطلبة، ومرآة ينعكس عليها تفوق الأفراد ونجاحهم إذا ما أحسنوا الاختيار. قبل اتخاذ أي قرار لازم يكون عندك مرجعية ترجع له، فأكيد أول مرجعية بتكون لك الأهل والأصدقاء، فهم الوحيدين اللي بيقدروا يغيروا قرارك ويرشدونك للطريق الصحيح. فإذا كان أنت عندك قرار فما بيكون فاشل إذا اتخذته أنت لحالك، بس لازم أنه يكون في عندك صديق يعرف أنه يرشدك للطريق الصحيح. الأصدقاء في حياتي التعليمية طبعا هم الذين ساعدوني وأعطوني جميع المؤهلات لكي أرتقي وأكون طالب، كل هذا بسبب أصدقائي. حتى أن أنا كنت أخرج من هذه الكلية، فبسبب رجعتي للكلية والتعليم كلهم أصدقائي. يتبادل الأصدقاء الاهتمامات والعادات فيما بينهم، حيث يمكن للصديق المثقف أن يحفز صديقه للقراءة. وبالرغم من اختلاف التوجهات والاهتمامات، إلا أنه دائما ما يكون للأصدقاء اليد في استحداث اهتمامات جديدة. تأثير الأصدقاء كبير جدا، فإما أن يقودك إلى شيء إيجابي وإما إلى شيء سلبي. هذا يعتمد على الشخص نفسه باختياره للأصدقاء، فانتقاء الأصدقاء واختيارهم بمرحلة الحياة مهم جدا، لأنه يقال لا تسأل عن الشخص بل اسأل من صديقه، يعني يعرف الشخص بمن يخالل ومن يصادق. الأصدقاء نعمة أحيانا وأحيانا نقمة. النعمة أنهم يقودونك للشيء الإيجابي، فمش من السهل أنك تبني علاقاتك مع أصدقاء ومع أشخاص. المهم كيف أنك تحافظ على هذه الصداقة ويكون لها أثرها الأثر الإيجابي اللي يحمد الشخص باختياره لمن يخالل ومن يرافق. تلعب الصداقة دورا أساسيا في تغيير السلوكيات، ولا يتوقف سقفها عند المستوى السلوكي فحسب، بل إنها ترتبط بكسب المفاهيم العامة لدى الفرد وصولا إلى أدلجة جوانب شتى في حياته الخاصة. تلعب الصداقة دورا أساسيا في تغيير السلوكيات، وترتبط بكسب المفاهيم الجديدة لدى الأفراد، لتسهم في نهاية المطاف بأدلجة جوانب شتى في الحياة الخاصة. فتح العسائي لصباحكم أجمل. تعز.